شاء الله ما نتمنوش تحرموا من الجماهير ديالنا. وحد الساعه حنا عندنا غنلعبوا في لكن الاخبار ان الملعب غيتصلح. حنا حد الان راه معنا يمكن المدير قال لنا المدير ديال السي رشيد قال لنا حنا راكم غتلعبوا في الملعب حد الان تمنوا نلعبوا في الملعب ديالنا هذه السنه لان كان هدف الصعود راه ما يمكنش تحرم الملعب ديالك. ما يمكنش تقول لي انت تلعب على الصعود وتلعب خارج ديال مراكش هذه راه ما كايناش وصعيبه يعني الا بغى الفريق على الاقل ما يتحرمش من الجماهير ديالو في الملعب ديالو لانه غيكون عنده امتياز الا ما كانش غتلعب 30 دوره خارج الميدان يعني صعيبه وصعيبه جدا. نتمنى ان شاء الله نلعبوا في الملعب ديالنا كما كان عندنا ملاعب ديال التدريب رائعه ورائعه جدا يمكن مع يعني واحد 80% من الفروق ديال المغرب حنا عندنا يعني عندنا كنتدربوا فيها متوفره لنا وهذا هو اللي تيفرحنا لان ملي كتكون عندك بنيه تحتيه فين كتلعب وفين كتدرب هذا هو اهم شيء لان يعني كما كنشوف انا فروق في قسم الوطني الاول قسم نهضر على القسم الوطني الاول واحد كما قلت لك واحد 70% ما عندهمش ملاعب يعني ديال عشب في المستوى ديال التدريب كيضربوا هي في ملعب عشب ديال الغاز والشرده قديم وواحد ولا كيكون عندهم سانتيتيك لادين ولا كيخرجوا من المدينه ديالهم 100 كيلومتر باش يتدربوا. الحمد لله حنا عندنا بنيه تحتيه في المستوى اللي كتخولنا نديروا التدريب ديالنا في اعلى مستوى ونتمنى ان شاء الله ما نلعبوا في مدينه مراكش ان شاء الله.